مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة غدا الأحد، انخفاض على درجات الحرارة، أيضا رياح نشطة اليوم وغدا ومثيرة الغبار والأتربة في المناطق البادية الجنوبية والشرقية خاصة في هذه المناطق، لكن الأجواء مغبرة بشكل عام. طقس يميل إلى البرودة بعد ليلة يوم الأحد على الاثنين بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة. نلاحظ أن المملكة نهار هذا اليوم أو السبت وأيضا جزء من يوم الأحد تتأثر بكتلة هوائية حارة. هذه الكتلة الهوائية الحارة والهواء الحار يمثل اللون الأحمر الغامق، الأحمر الأفتح هو درجات حرارة أقل، واللون الأصفر درجات حرارة أقل أيضا. يوم الأحد إن شاء الله تميل درجات أو يحدث انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة، بحيث تنخفض على الأقل حوالي ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية عما ستصل أو وصلت إلى نهار هذا اليوم السبت. إذن هناك انخفاض على درجات الحرارة يوم الأحد والاثنين، وبالتالي الأجواء الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة. هذه الليلة أجواء دافئة، ظهور بعض السحب العالية والمتوسطة، أيضا الأجواء مغبرة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة مع رياح نشطة، والصغرى المتوقعة 23 درجة مئوية، أعلى من المعدل ما بين 7 إلى 9 درجات مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة: يوم غد الأحد انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة على الأقل 10 درجات عما ستصل إلى نهار هذا اليوم، وبتكون أقل من المعدل بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية. الأجواء بشكل عام مشمسة، لكن الرياح نشطة بتكون مثيرة الغبار في المناطق الجنوبية، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وأثناء الليل بتميل الحرارة إلى البرودة وخاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، والصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية. يوم الاثنين أجواء لطيفة بشكل عام، ودرجات الحرارة أقل من المعدل ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية. العظمى يوم الاثنين 23-24، والصغرى المتوقعة بحدود 15-16 درجة مئوية. الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، وبالتالي تكون الأجواء معتدلة في النهار، لطيفة بالليل، الأجواء مشمسة أيضا، ربيعية مشمسة لطيفة، والحرارة العظمى المتوقعة 26، وأثناء الليل الصغرى المتوقعة 15 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة من المملكة: المناطق الشمالية إربد 25 العظمى والصغرى 15، عجلون العظمى 24 والصغرى 12، جرش العظمى 26 والصغرى 14. المفرق خاصة في مناطق البادية الشرقية أجواء مغبرة، العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية. المناطق الوسطى البلقاء 24-14، مأدبة 24-13، عمان 23-12، البحر الميت 34-20 درجة مئوية، والزرقاء 26-14 درجة مئوية مع أجواء مغبرة. المناطق الجنوبية أيضا أجواء مغبرة في مناطق البادية الجنوبية خاصة الجنوبية الشرقية من المملكة: الكرك 24-12، الطفيلة 23-12، الشراه 22-9، إمعان 28-13،
والعقبة 33 إلى 20 درجة مئوية. المناطق الشرقية أجواء مبرة بشكل عام، أيضا حارة نسبيا إلى حارة، والعظمى المتوقعة في الأزرق 32 والصغرى 13، الصفاوي 32-13، والرويشد 37-13 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.